صباح الخير عليكم البنات، كصبحتوا لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كصبحوا وليداتكم؟ اليوم غنشارك معكم الفطور ديالي ونكمل معكم الغداء. خوتي خواتاتي المشاهدين، كراكم دايرين؟ مزيانين لاباس عليكم؟ نتمنى من ربي تكونوا على خير وبخير. شوفوا خوتي الهندية، بغيت نوريكم على الهندية ديال الصبا اليوم. شوفوا الهندية كي دايره، سبحان الله، بيضة بحالهم، زعرة بحالهم، بحال تاع الكور. ايوا هذا هو الفطور ديالنا البسيط، غادي نشاركو معكم خوتي خواتاتي. عندنا الكرموس، عندنا شويه هنديه، شويه فرماج، شويه شيكولا للوليدات، والبريري تاع اتاي المغربي. نقدم تحيه للمغرب من طنجه للكويره والدول العربيه وخوتنا الجزائر. خاوه خاوه الجزائر، خوتنا الجزائر، خاوه خاوه. هذه الطويبله ديالنا خوتي البسيطه، وها نتوما معانا تنكملوا الفطور ديالنا ونشارك معكم الغداء. غدا بقينا عندي الحيمات في الفران وعندي الحوت في الفران، ان شاء الله انا ربي يكتب. ها نتوما معانا خوتي خواتاتي المشاهدين. السلام عليكم خوتي خواتاتي المشاهدين ديالنا، كيراكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من ربي تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده ان شاء الله نتوما وليداتكم. ندير التحيه للمغرب من طنجه للكويره، ندير التحيه للدول العربيه خوتنا الجزائريه، خاوه خاوه، رانا مسلمه عليكم كلكم بصغيركم بكبيركم. خوتي خواتاتي المشاهدين ديالنا، دركا راه العشيه، انا ما عرفتش الصباح، دركا راه العشيه خوتي خواتاتي. غادي ندير واحد شويه طاجين، غندير نوجد شويه طاجين راجلي انا خوتي، راه ماناش نتعشى هاد الايامات. وليداتي تياكلوا البوكاديو هكا كاشير والبيض مسلوق، وهذا يبغيو بوكاديو في الليل. والراجل اليوم تغدينا الطعام نتوما مالين الخير، وخصو تغميسه في الليل مرميطه كي قالوا الوجاده، تحيه للوجاده. ودركا نعدلو واحد شويه طاجين عشويه، ما نقويش فيه حيت ماشي النهار خوتي، راكم عارفين الليل ندير له عشويه تاع الطاجين. وقلت نشاركو مع، علاش ما نشاركوش مع خوتي وخواتاتي المشاهدين ديالنا؟ وراني مسلمه عليكم صحاباتي وبنياتي اللي تيقولوا لي ماما مالكه ماما مالكه، راني مسلمه عليكم كلكم بيكم. مسلمه على صحاباتي وجواريني وكاع اللي يتبعني، راني مسلمه عليكم ونعطيكم دعوه الخير خوتي خواتاتي. هذا هو الطاجين ديالنا، ندير شويه دجاج بالبصله، ندير له هكا شويه بيض مسلوق من الفوق وشويه لوز. هانتوما البصله راني منقياها من تلاها، ها شويه دجاج، دجاجه شويه وشويه عطريه. عطريه خوتي راه كلشي تبارك الله، المغربيات راهي كثر خيرهم والله يكبر بيهم والله يوفق كل واحد. العطريه راه كلشي تبارك الله، المغربيات كلشي تيعرف يعدل وكلشي تيعرف يعدل. عطريه خوتي تنديرها في غرفيه وندير على شويه تاع الماء. انا نبدا معكم اخوتي خواتاتي المشاهدين، الله يخطيكم عليا والله يكبر بيكم. وشكرا لكم البنات اللي شكروا لي البلا تاع الحوت، ولكم شكرا لكم والله يكثر خيركم الله يكبر بيكم. قريبة المغرب مازال ما وصلتش، ولكن قريبة اخوتي خواتاتي. نديرو نقص من البوطه، الراجل مسكين ماما الخير. ها هو الدجاج ديالنا خوتي، ندير الدجاج، هذا هو الطاجين ديالنا البسيط، غنشاركو مع خوتي خواتاتي المشاهدين. البصلة خوتي خواتاتي درت النص لتحت ودرت النص لفوق. ما عارفه انا خوتي خواتاتي البصلة متى تطيب تبارك الله تتعسلو. والعشاء خوتي راه البنات كلشي قالوا لي، كاين اللي يقول لي اختي نقصي، كاين اللي يقول لي خالتي نقصي، ورانا نقصت بناتي ووليداتي، انا العشاء ما نتعشاش. ايوا نتوما مال الخير، هذا هو الطاجين ديالنا وشعبي العزيز. هذا شويه قصبر انا مقطعها خوتي خواتاتي، هذه العطريه اللي انا مخلطتها هنا هيك لكم في الغرفيه. ايوا عرضتو خوتي فوق البوطه، ناقص علوه
شويه تاع الزيت تمام على الخير. ها الطاجين ديالنا، ها هو الطاجين ديالنا خوتي خواتاتي، نتصلوا البوطون نخليه يطيب ومن يطيب نشاركوا مع خوتي خواتاتي العشاء في كل دار والماكله في كل دار. نبغيو نشاركوا معكم حياتنا وهانا معكم خوتي خواتاتي. هانا جيت خوتي خواتاتي المشاهدين ديالي بناتي ولادي بناتي الجزائريات اللي سولوني خالتي ملكه ماما ملكه شنو دايره للعشاء. ها الطويجين واخا شويه تحرق واحد شويه خوتي خواتاتي تحرق ولكن ماشي بزاف. ها هو الطويجين ديالنا ديال العشاء ويا الطيب هذا ستري. ها هو الطويجين، ها هو الطويجين تاع خالتكم مالكه ماماكم مالكه قصة تشرف معاكم. راه تحرق واحد شويه خوتي تحت ولكن معليش، هو هذاك الطويجين الريحه يا سلام ما نقولش ليكم بنياتي وليداتي الريحه راها كاينه. هادو بنياتي نديرو شويه عنب شويه كرمون شويه بطيخ وها العشاء ديالنا موجود بناتي. انا ما نتغشاش على الرويجل، هذا هو العشاء ديالو بناتي. وغنقول لكم السلام عليكم ونخلو فريسانكم والله يوفقكم والله يسهل عليكم بنياتي. رانا نحط لكم الفطور تاع الصباح، فطرت بالكرموسو الهنديه والعشاء غدا ما نحطش لكم الطعام، شاركتو معكم بنياتي وليداتي. نقول لكم السلام عليكم وتهلاو فريسانكم وباي باي عليكم.